مشاهدينا مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجنا الجديد من مصر، بانوراما يومية نقدم فيها لأهم ما يحدث في الجامعة من مصر، مشكلاتها، حلولها، مقترحات المتخصصين الدارسين والأساتذة في الجامعات من مصر. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ رفعت فياض، الكاتب الصحفي ورئيس مدير تحرير أخبار اليوم. أهلا بحضرتك معنا أستاذ رفعت. أهلا بك. أهلا. في لقاءات دائمة ومتجددة باستعراض أهم الأخبار الخاصة بالجامعات من مصر. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ رفعت. نبدأ ببانوراما سريعة لأهم الأحداث اللي حصلت الأسبوع ده والأسبوع الماضي في الجامعات المصرية، وهستأذن حضرتك هبدأ بخبر خاص أعلنه مدير المدن الجامعية بجامعة عين شمس عن أن 6 سبتمبر هو آخر موعد لحجز أماكن القدامى من الطلاب المقيمين بالجامعات بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس. هو بصرف النظر عن تحديد الموعد بالنسبة لطلاب المدينة الجامعية جامعة عين شمس، إنما ده بينطبق على كل المدن الجامعية الخاصة بالجامعات المصرية. أنا عندي 75% من طلبة المدينة الجامعية من الطلبة القدامى، وحوالي 25% من الطلبة الجدد اللي بيخشوا الأول مرة السنة دي بعد التحاقهم بكل جامعة من الجامعات المختلفة. الطلبة القدامى طبعا كل واحد في كليته نجح وعرف نتيجته، وبالتالي بيبدأ من دلوقتي عشان إدارة المدينة الجامعية تنتهي من عملية البت في تسكينه أو قبول تسكينه من عمله. أستاذ رفعت، ده مش بيتم تلقائيا بالنسبة للطلاب القدامى بس؟ لا، ولا لازم النتيجة تبقى بالنجاح؟ لا بالنجاح، لأن مثلا إذا كان الطالب اللي كان مقيم في المدينة الجامعية السنة اللي فاتت رسب في مواد كثيرة وبعيد السن، هنا لا يحق له الإقامة في المدينة الجامعية. إذا كانت الشروط اللي وضعتها الجامعة، لأن هنا بتختلف من جامعة لجامعة، إذا كان ناجح بمادتين هل يجوز أن أنا أدخله المدينة الجامعية، ولا عدد الطلبة الناجحين عندي في المدينة الجامعية اللي متقدمين المدينة الجامعية كبير، وبالتالي أقول لا، لابد يكون تقديره على الأقل جيد ما دام سبق أن هو أقام في المدينة الجامعية، وده أنا بديله كمنحة أو حافز. فإذا لم يحافظ عليه ويقدره ويجتهد وينجح بتقدير جيد على الأقل، يبقى هنا ما يستحقش الإقامة في المدينة الجامعية، وأخذ الأفضل منه في المستوى التعليم. ففي الحالة دي بيتقدم الطلاب، معظمهم كان مقيم في المدينة الجامعية السنة اللي فاتت، ويبدأ يتقدم لتكرار الإقامة في المدينة الجامعية، بشوف الشروط تنطبق بقى عليه ولا لا. هناك طلاب ما كانوش مقيمين، الطلبة القدامى ما كانوش مقيمين في المدينة الجامعية وعايز يتقدم لأول مرة، مر بظروف أو بأخرى تضطروا إلى الإقامة بالمدينة. الفترة دي بقى محدد لها الموعد اللي حضرتك أشرت لي في الخبر، على أساس ننتهي من عملية قبول أوراق الطلبة القدامى حتى تستعد المدينة الجامعية في جامعة عين شمس وبقية المدن الجامعية الأخرى في الجامعات المختلفة لاستقبال الطلبة الجدد اللي داخلين السنة دي لأول مرة. برضو لأن باخد حوالي 25% ممن يتم إقامتهم في المدينة الجامعية من هؤلاء الطلاب، وبرضو لهم شروط، لأن أقدري حضرتك اللي جاي ليا مثلا 1000 طالب من الطلبة الجدد، وأنا الطاقة الاستيعابية المخصصة للطلبة الجدد أخذ من دول 500 طالب فقط، فلابد أحط برضو قواعد وشروط لأفضلية لأخذ الأفضل، مثلا الأصغر سنا والأعلى تقديرا، ويمكن برضو بخصص شريحة أو نسبة معينة لكل كلية ليه؟ لأن قد يكون عندي كلية كد تكون الكلية الوحيدة من نوعها على مستوى الجمهورية، زي مثلا كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، أو كلية اقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، أو كلية الإعلام. فهنا جاي لي كم مغتربين فيها من مستوى الجمهورية، على مستوى الجمهورية أكبر من أي كلية تانية. ففي الحالة دي يعني إذا كنت باخد نسبة معينة لكل كلية من طلابها، يمكن أزود النسبة شوية من ده في سبيل الاستعداد لبدء الدراسة اللي هتبدأ إن شاء الله يوم 15 سبتمبر في كل الجامعات. وطبعا بيبدأ الأول الاستعداد لوضع الجداول الدراسية والانتهاء من إعداد الورش والمعامل وخلافه استعدادا لبدء العام الدراسي. يبدأ على خير بمشيئة الله. الخبر الآخر، طلاب بالتعليم المفتوح يتظاهرون أمام التعليم العالي لتحويلهم للانتساب.
هو طبعا احنا كان عندنا نظامين اتنين وما زال للتعليم، نعم. غير التعليم المنتظم اللي هو بيكون عن طريق مكتب التنسيق مباشرة، عندنا تعليم مفتوح وتعليم النظام الانتساب الموجه. نعم. فكان المجلس الأعلى للجامعات السنة اللي قبل اللي فاتت كان قرر تحويل كل طلاب النظام الانتساب الموجه إلى ما يسمى بنظام التعليم المفتوح، وعلى أساس أن نوحد النظم من ناحية ويزيد عدد الطلاب الملتحقين بهذا النوع من التعليم. التعليم المفتوح ده عندما أنشئ من البداية في بداية التسعينات كان يشترط القبول به ضرورة مرور 5 سنوات على حصول الطالب على المؤهل المتوسط، سواء كان دبلوم فني أيا كان نوع دبلوم زراعة أو صناعة وتجارة أو ثانوية قديمة، على أساس أن الطالب ده اشتغل واستقر حال ويريد أن يحسن من وضعه ومستواه التعليمي، فيبدأ يتقدم للتعليم المفتوح الذي لا يشترط القبول به ضرورة الانتظام في الدراسة، وممكن من خلال الوسائل التعليمية المساعدة بياخدها، وممكن مثلا قناة التلفزيون زي قناة التعليم العالي وخلافه بتبث لهم بعض البرامج. جه الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق قرر ان هو يجعل التعليم المفتوح يسمح فيه بقبول طلاب الثانوية العامة سنة حصولهم على شهادة الثانوية العامة دون تأجيل، أي هنا لغى شرط ال5 سنوات. نعم. ومن هنا تحول التعليم المفتوح إلى باب خلفي لدخول الجامعة، بمعنى إن أنا دلوقتي لو أنا عايز أخش كلية الإعلام على سبيل المثال اللي أنا تخرجت منها، وهي من كليات القمة دلوقتي، والحد الأدنى قد يزيد فيها عن 96% للحاصل في الثانوية العامة على المجموع ده، يعني اللي جاب 95% لن يستطيع أن يدخل كلية الإعلام. لكن من الممكن لطالب الثانوية العامة اللي جاب 50 و55 و53% يلتف ويدخل برامج التعليم المفتوح التابعة لجامعة القاهرة لكلية الإعلام بنفس الطريقة في سنة حصول على الثانوية العامة، أي هو هيخش وياخد بكالوريوس إعلام زيه وهو داخل بثانوية عامة ب50 و51. مفيش يتهيألي، إيه المشكلة يا أستاذ رفعت؟ إذا كان جايب الطالب متفوق وملوش مكان، المشكلة دلوقتي مش مشكلته هو، المشكلة إن أنا ما وفرت له لو جايب درجة عالية. لا لا، دلوقتي المتفوق دخل الكلية. نعم. والكلية بتاخد حوالي 450 أو 500 طالب في السنة. نعم. وكان الحد الأدنى للقبول بها 96%. الطالب أبو 55% اللي ما فيش كلية أخرى حتى بتقبله بالمجموع ده يبدأ يخش برنامج التعليم المفتوح في جامعة القاهرة في كلية الإعلام، بس بنظام التعليم المفتوح سنة حصوله على الثانوية العامة، ويتساوى هنا كنوع مع من المتفوق على المجموع ومكتب التنسيق. فهنا يعني حدث جدل وهجوم شديد على هذا التوجه، ويمكن كان الدولة في هذا الاتجاه تريد أن تخفف عن الجامعات بالنسبة لأعداد الطلبة المنتظمين. نعم. لأن ما فيش أماكن تسع كل الطلبة المتقدمين للقبول بالجامعات. نعم. فيبدأ يحول أعداد كبيرة للالتحاق بالتعليم المفتوح، وهنا غير ملزم بالنسبة له أن يوفر له أماكن ومحاضرات داخل الجامعات. نعم. فطبعا حصل اعتراض شديد جدا على هذه الطريقة، وكانت فعلا وسيلة من وسائل التفاف على دخول الجامعة. هستأذن حضرتك أستاذ رفعت، يعني كم ممكن يبقى يوضع معيار بسيط كده لو حاولنا تتبع الدارسين في المجال التعليم المفتوح ممن دخلوا زي ما حضرتك قلت التفوا حول الموضوع ودخلوا مباشرة بعد الحصول على الثانوية العامة، عن مدى استيعابهم ومدى تعلمهم استيعابهم للمادة والمواد اللي هم خدوها، لو هم أثبتوا تفوق ليه لا يا أستاذ رفعت؟ استحالة أن طالب التعليم المفتوح عشان نكون منطقيين أن يتفوق أكثر من طالب التعليم المنتظم، لأن أنا مكون مثلا بالعقل والمنطق خدت ثانوية العامة والتحقت بالتعليم المفتوح وقاعد في بيتي لحد بيشرح لي ولا بحضر محاضرات، في وسائل ميسرة كثيرة في مجال التعليم المفتوح بيها. أنا اللي بستعين بيها، ما بالك بقى الطالب المنتظم اللي بيحضر محاضرات وسكاش وحوار بينه وبين الأستاذ وغياب وحضور ومستوى في المجموع اللي دخل به في الثانوية العامة مستوى مرتفع جدا، فإزاي أنا هقول إن هساوي الطالب
صاحب المجموع الضعيف بطالب الثانوية العامة المتفوق والمتميز اللي دخل كطالب منتظم. أنا مش ضد التعليم المفتوح، ضد من يريد أن يحسن من مستواه الجامعي في أي مرحلة عمرية من مراحله، إنما لا أتيح تحت هذه المظلة بتاعت مظلة التعليم المفتوح أن أجعلها وسيلة للالتفاف إذا لم يستطع دخول كلية معينة، لأن الحد الأدنى فيها مرتفع، أن يدخلها التفافا بنظام التعليم المفتوح. وبالتالي لا يمكن أستطيع أقول أن طالب أبو 50% 51% في الثانوية هيستوعب مواد الإعلام المختلفة على سبيل المثال زي طالب كلية الإعلام المنتظم اللي جايب 96 و97%. لو حطينا في اعتبارنا استحالة. معايير أخرى ما نقدرش نقول استحالة يا أستاذ رفعت، لأن لو حطينا في اعتبارنا معايير أخرى بجانب معايير قياس التفوق الخاصة بالثانوية العامة لدينا هنلاقي إن ممكن، بس في إطار برضو أنا ممكن مدروس أسير في ومعلوم بتاع حضرتك ده وأدغدغ مشاعر الجماهير والطلاب. لا أبدا لا أبدا، بالعكس إحنا نعمل استقصاء وبحث لا وفير في الموضوع ده عايزين نرتقي بمستوى التعليم العالي إن شاء الله. إنما لا يكون بطلاب ضعفاء إن أنا أدخلهم عشان يخشوا ده على يدرسوا. اعتبار إن إحنا معيار التفوق في الثانوية العامة عليه بعض الأقاويل اللي يتغير بالضبط. إلى أن يتغير هذا المعيار أنا عندي المجموع ومكتب التنسيق الفيصل. جميل. خبر جميل بيقول أن موقع جامعة عين شمس السابع عربيا خلال تصنيف مؤسسة ديب ماتريكس الذي يقيس جودة العملية التعليمية والبحثية فيما يقرب من 20,000 جامعة من خلال مواقعها على شبكة الإنترنت. أنا مع احترامي لكل هذه المواقع إنما لا أستطيع أن أنا أخذها كمقياس لإثبات أن الجامعة بتاعتي وصلت إلى مستوى الجيد والمرموق، وأنها تأخذ المركز السابع على مستوى 20,000 جامعة على مستوى الجامعات العالمية كلها. لكن حتى المقاييس اللي بدأت تتعمل دلوقتي عشان تقييم مستوى كل جامعة وترتيبها زي مثلا مقياس شنغهاي يمكن أشهرهم جميعا، كان بيحط مثلا أفضل 500 جامعة، ما كانش نادرا لما نلاقي جامعة مصرية توجد ضمن هذا التقييم أو هذه النسبة وهذا العدد. يمكن جامعة القاهرة ظهرت مؤخرا وبدأت تعود ضمن خبر آخر الحقيقة بشيء يذكر، جامعة القاهرة تحتفظ بموقعها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى هذا العالم. هذا الترتيب له معايير كثيرة جدا، لأن الشكل العام للمواطن العادي يقول إزاي هيكون فيه جامعة فيها أعداد كبيرة جدا من الطلاب وعدم انتظام في الحضور وعدم كذا وكذا، لها ترتيب معين بهذا الشكل على مستوى العالم. هذا الترتيب له معايير كثيرة، يعني عشان أحط الجامعة دي من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم عندي مثلا باخد معيار عدد أعضاء هيئة التدريس، عدد الطلاب اللي فيه، عدد البحوث، عدد من حصل منهم على جائزة نوبل، عدد البحوث التي نشرت في مجلات علمية عالمية على أساس نسبة مشاركتها في البحث العلمي. فإذا توفر مجمل هذه الدرجات لتكون ضمن الخمسمائة جامعة أقول إن دي ضمن الخمسمائة جامعة. إذا كانت الدرجات بتاعتها تخرجها من ضمن هذا التصنيف ودي بترتيبها الخمسمائة خمسين أو ستمائة، فبيظهر هذا الترتيب. وممكن في التصنيف في السنة التالية تعود الجامعة مرة أخرى لتكون ضمن أفضل 500 جامعة إذا كان عدد البحوث التي نشرت من قبل أساتذتها أو باحثيها في المجلات العالمية زاد، إذا كان حصل من أساتذتها بعضهم حصل على جوائز زي يعني أي مؤشر مثلا تغيير في أي من المعايير المقيمة ممكن يرفع من مستواه. يا رب مش جامعة القاهرة بس جميع الجامعات المصرية. جميل. رئاسة الوزراء تقرر الإفراج الجمركي عن معدات مدينة زويل. طبعا مدينة زويل العلمية دي أنا وبصرف النظر عن الإشكالية التي تدور حولها والخلاف حوالين ملكية وتبعية الأرض بتاعتها في الشيخ زايد ما بين جامعة النيل وبين مدينة زويل، إنما هذا الخبر يشير إن كم معدات ومعامل وأجهزة بدأت تصل إلى الجمارك على أساس يتم الإفراج عنها ويبدأ الاستعداد لبدء النشاط البحثي المنتظر في مدينة زويل العلمية لتكون مركز إشعاع علمي وثقافي على مستوى ليس مصر فقط بل الشرق الأوسط. المهم إنها تكون تبدأ قوية
ويكون متوفر لها كل ما تحتاجه سواء من معدات أو أجهزة ومعامل وباحثين أيضا، ويتم حسم الخلاف الخاص بموضوع الأبنية والمعامل اللي هي هتشتغل فيها، هل تكون تابع مدينة زويل أو تعود مرة أخرى إلى جامعة النيل وهي تنشي مقر آخر لها. ده قصة تانية. أن من المهم أن احنا بدأنا الخطوات التنفيذية الإيجابية بالنسبة لمدينة زويل بوصول هذه المعدات إلى الجمارك وسيتم الإفراج عنها. جميل. خبر آخر، بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم العالي بسبب استثناء أهالي سيناء في القبول بالجامعات. هو أنا ضد من رفع هذه الدعوة. نعم. لأن هو ملخصها إيه؟ الحقيقة هو اللي رفع الدعوة مركز الضمير الإنساني بالضبط. للحقوق والحريات. أيا كان من رفع الدعوة. نعم. لأن هناك بعض المناطق النائية اللي أنا عايز أشجع فيها مستوى التعليم والالتحاق بالجامعات. نعم. يعني مثلا زي شمال سيناء أو جنوب سيناء، زي منطقة الوادي الجديد، زي منطقة مرسى مطروح وخلافه. نعم. هذه المناطق في اتجه وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات إلى أنه يخفض نسبة القبول المتفق عليها بالنسبة لقطاع معين من الكليات بنسبة 5% في لتشجيع أبناء هذه المناطق على التحاق بالجامعات. فمثلا ما أجي أقول أن الحد الأدنى للقبول في قطاع كليات الطب وصل إلى 99%. الحقيقة كليات الطب مش ضمن الكليات اللي مسموح بها بخفض. لا، أنا بدي هو كليات هي التربية والعلوم الزراعية والتربية الرياضية، هي كليات متخصصة بالضبط. جدا. إنما أنا بدي المثل عشان المشاهد يكون معايا في الصورة يعني. نعم. فمثلا قطاع كليات الطب إذا كان الالتحاق به وصل الحد الأدنى 99%. نعم. إذا كان هناك كلية طب مثلا في شمال سيناء فينزل الحد الأدنى إلى 94% عشان أشجع التحاق الطلاب بهذه الكليات. لكن القرار هنا يقصد بالتحديد يمكن كلية التربية وكلية أخرى على أساس أن أنا أشجع الطلاب للالتحاق بهذه الكليات عشان عايز أخرج مدرسين، فلابد أقلل الحد الأدنى للقبول بكليات التربية لأبناء سيناء. نعم. عشان يطلعوا مدرسين، لأن للأسف معظم المدرسين في منطقة سيناء سواء شمالها أو جنوبها أنا بنتدبهم من المحافظات الأخرى. محافظات الأخرى ما يجي بيبقى مغترب وحاسس بالغربة وما فيش ارتباط بينه وبين المكان اللي موجود. نعم. وحاسس كأنه يعني جاي هنا وكأنه في شكل عقاب وقع عليه، فبيبقى نفسيا مش ما بيدينيش الطاقة اللي أنا عايزها. نعم. ما يكون هو المعلم بقى من أبناء الإقليم بلا شك الروح نفسها اللي داخله أنه سيعمل جاهدا أن يرتقي بمستوى أبناء إقليمه ويعلمه تعليما جيدا، والاستقرار النفسي بالنسبة له مهم جدا. عشان كده أشجع أبناء هذه المناطق النائية أن يلتحقوا بكليات التربية على سبيل حتى لو بمجموع أقل بتخفيض بسيط بالضبط. في الدرجات القبول. نعم. الأستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي ومدير تحرير أخبار اليوم، أشكر لسيادتكم هذه البانوراما الجميلة لأهم أخبار جامعاتنا المصرية. شكرا يا فندم. أشكر. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لاستكمال الحوار في برنامجنا من مصر.
مشاهدينا مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، ونستكمل معا حواراتنا المتخصصة في من مصر. وسعدنا أن نستقبل معنا الأستاذ الدكتور جلال الجميعي، وكيل أول وزارة التعليم العالي. أهلا بحضرتك معنا، ضيف عزيز ودائم على قناة النيل للتعليم العالي. أهلا بحضرتك. مساحك طيب دكتور جلال. تغيرات عديدة ومتلاحقة وسريعة على وزراء التعليم العالي، تعددت معهم المشروعات وتعددت معهم المقترحات. ماذا تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، وما سيتم تنفيذه بمشيئة الله في الفترة اللاحقة؟ هو يعني تتعدد المهام، ولكن أعتقد أن الهدف واحد. أكيد. فهو نحن نسعى طبعا إلى هدف واحد، وهو الارتقاء بالتعليم والارتقاء بالبحث العلمي، ووضع مصر على الخريطة العالمية في البحث العلمي والتعليم. الحقيقة القطاع، قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، يعني بيشمل ثلاث إدارات هامة، وهي أول حاجة الإدارة المركزية للبعثات، وهي المسؤولة عن جميع البعثات التعليمية للخارج، يعني كل ما هو مصري يوفد للخارج في بعثة تعليمية لدراسة الماجستير أو الدكتوراه. وأيضا هناك إشراف علمي أيضا على الطلاب اللي هم بيدرسوا أيضا في مرحلة البكالوريوس في الجامعات الأجنبية. وبعدين الإدارة الأخرى، وهي الإدارة المركزية للوافدين، وهي المسؤولة عن جميع الطلاب الأجانب اللي هم بيدرسهم على الأرض المصرية في الجامعات المصرية الحكومية. وإحنا لدينا طلاب أجانب يدرسوا في مصر يمكن من أكثر من 86 جنسية، يعني العديد من الطلاب، واللي بنطلق عليهم الطلاب الوافدين. الحقيقة أن الإدارة الثالثة، وهي طبعا التمثيل الثقافي والعلمي والتعاون الدولي لمصر، وهي المسؤولة عن جميع المكاتب الثقافية بالسفارات المصرية بالخارج. وأيضا هذه لها رؤى جديدة في وضع يعني في يعني وضع مصر أهداف ثقافية وعلمية تتناسب مع روح العصر، وتؤدي إلى مردود تشعر به الدولة، ويفيد البنية التحتية أو البنية العلمية البحثية. وأيضا هذا القطاع مسؤول طبعا عن جميع التعاون مع جميع الهيئات العلمية الأجنبية العاملة داخل مصر، مثل هيئة الجايكا اليابانية، وهيئة الفولبرايت الأمريكية، وهيئة الداد. ده اللي كنت هطرح التساؤل القادم عليه، وهو ان دي مسؤوليات متعددة وليست هينة. واكيد ما بتتمش في اطار محلي، بل في اطار من بروتوكولات التعاون المشتركة ما بين مصر وبين الدول على الاقل اللي بيجي منها وافدين للدراسة في مصر. واللي بيتم ارسال بعثات لها من داخل مصر. اهم بروتوكولات التعاون اللي تمت خلال الفترة القليلة الماضية، واللي حضرتك بتأمل في تنفيذها، او بروتوكولات التعاون اللي تأمل في تنفيذها خلال الفترة القادمة ان شاء الله، يعني عين دكتور جلال على ايه دي اهم حاجة في الفترة هو قد ابدا يعني باول قطاع طبعا اللي هو قطاع الوافدين، إدارة مركزية الوافدين. طبعا حضرتك لو تعلم ان احنا من منذ عام بصدد انشاء مدينة للوافدين. وهذه المدينة الوافدين بنأمل من خلالها انها نستضيف اكبر عدد من الطلاب الوافدين، ونوفر لهم المناخ المناسب للدراسة في مصر. وبالفعل تكرمت الدولة ومجلس الوزراء وافق لوزارة التعليم العالي تخصيص 10 افدنة في منطقة التجمع الخامس لانشاء مدينة لائقة عالمية لاستضافة الطلاب الوافدين. هذا من ضمن الامور التي نعمل بها الان، بنقوم الآن بالإجراءات لإنشاء هذه المدينة اللي هي هيتوافر فيها المطاعم والبنوك ومركز بحثي في نفس الوقت، ولا هم متفرقين للدراسة في جميع جامعات مصر؟ لا، يعني إحنا بنبدأ بهذه المدينة الأول في القاهرة، إنما الحقيقة إحنا كخطة وضعنا خطة إن تكون يعني بنبدأ بالقاهرة، ولكن إن إحنا قلنا هنقيم على الأقل 4 مدن للوافدين أو إقامة للوافدين. فإحنا حددنا في القاهرة اللي هي تكون في التجمع الخامس، وبالنسبة لمنطقة الصعيد أن يكون مركزها في جامعة أسيوط، وبالنسبة للدلتا أن يكون موقعها في جامعة المنصورة، وبالنسبة للسواحل الشمالية أن يكون أيضا هناك مدينة الوافدين في جامعة الأسكندرية. والحقيقة جامعة الأسكندرية جامعة متميزة جدا في استقطاب
الطلاب الوافدين، ويدرس ويدرس بها الآن العديد من الطلاب الماليزيين لدراسة الطب، وهذا يعني مصداقية، لأن العالم بيعترف بأن لنا مستوى في تدريس الطب لائق وعالمي، بحيث أن هناك اتفاقية علمية مع دولة ماليزيا لإرسال على ما أعتقد حوالي 300 أو 500 طالب سنويا لدراسة العلوم الطبية بجامعة الأسكندرية. الحقيقة أن يعني ده أول شيء بالنسبة للوافدين المدينة. أيضا بنقوم الحقيقة أو بتعكف وزارة التعليم العالي في تطوير نظام قبول الطلاب الوافدين، بحيث أن حضرتك أعتقد أن من الآن نستطيع أن احنا نختصر الفترة، فترة ان هو يتقدم، من فترة اللي بيتقدم بها الطالب الى ان يتم قبوله للدراسة بالجامعة. بالفعل وضعنا آلية جديدة بحيث ان وزارة التعليم العالي تأخذ اليد العليا في ان للتنسيق ما بين الجامعات والدول الأجنبية، بحيث ان قبول الطالب يتم في فترة بسيطة. وايضا من ضمن الاجراءات فتحنا الاعداد بالنسبة للطلاب الوافدين، وهذا كان قرار بناء على مذكرة بعتتها وزارة التعليم العالي الى مجلس الوزراء، وبالفعل مجلس الوزراء في اعتقد في اجتماعه الاخير وافق على فتح الاعداد للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بما لا يتعدى 10% من مجموع الطلاب. فاذا نحن نسعى الى صورة مختلفة وصورة عصرية لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وفتح الجامعات المصرية على مصراعيها للدراسة بها من الطلاب الأفارقة ومن جميع الجنسيات. ونتمنى ان خلال فترة قادمة أن يكون لدينا أعداد أكثر من الطلاب الوافدين، وده طبعا بينفذ رؤية مصر السياسية والثقافية والعلمية، وهو الانفتاح على العالم الخارجي، وأن نكون مركز خبرة للتعاون العلمي مع جميع دول العالم. جميل. ده فيما يخص الوافدين. اتفضل يا فندم. فيما يخص البعثات، نحن الآن بصدد توقيع اتفاقيات كثيرة جدا مع بعض الدول، ويمكن قريب جدا هنوقع اتفاقية مع فرنسا. والاتفاقيات العلمية اللي احنا بنتبعها ليست بالضرورة انها تكون تقليدية. انا ده اللي كنت هسأل حضرتك عليه دكتور جلال، اللي هي المعايير واولويات الاختيار في بروتوكولات التعاون، هل هي مفتوحة على مصراعيها للجميع، ولا بيبقى عنينا على بعض الدول وبعض المراكز البحثية العالمية اللي هتؤتي ثمارها سريعا لو تم التعاون ما بيننا وبينها، خصوصا بعد أخذ خطوات سرعة اتخاذ القرار وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب؟ طبعا بالطبع هي بيتحكم فيها كل هذه العوامل، احتياجات القومية والتميز العلمي لهذه الدولة في هذا المجال، ومدى احتياجي لتخصص معين، وايضا الفايده بنقول عليها، لا احنا بنشتغل ماني وايز، يعني ايضا التكلفه هتكون ايه، وبالتالي كل هذه العوامل بتدخل في هذه الاتفاقيه. وانا يمكن يكاد يكون كل فتره بسيطه بيتم توقيع بروتوكول تعاون في مجال معين. لسه قريب كنا مع دولة أوكرانيا نرسل بعض الطلاب في مجال العلوم الأساسية ومجال أبحاث الفضاء ومجال الطبيعة، مجالات العلمية الهامة. أيضا مع فرنسا أعتقد أن احنا نوقع اتفاق قريب، قد يكون بعد فترة بسيطة جدا، وهذا الاتفاق هو بأسلوب الإشراف المشترك، ولكن ليس بالطريقة التقليدية اللي احنا بنتبعها سابقا. يعني بمعنى ان الطالب رغم ان هو الإشراف مشترك، ولكن سوف يحصل على الدرجة العلمية من فرنسا، وسوف يتم مناقشة الطالب في فرنسا الدكتوراه في حضور الأستاذ المصري كمشرف، تقييم مشترك. تقييم مشترك. فهناك يعني دائما عندما حضرتك تسعي الى انك انت تطوري وتبتكري وتبني الدولة العصرية، لابد انك تتبع يعني افكار غير تقليدية. ولكن هو اهم شيء ان جميع هذه الافكار، اهم شيء انها لابد تتبع المنهجية العلمية في وضع الاسس لهذا، يعني ما تبقاش افكاره بس خارج اطار العلمي والبحثي، تكون افكار يعني متناسقه مع التفكير العلمي. مع التفكير العلمي. جميل. دكتور جلال الجماعي، وكيل اول وزاره التعليم العالي للبعثات الخارجيه والوافدين، لو عملنا مقارنه بسيطه ما بين البعثات والوافدين،
أيهما أكبر في العدد وأيهما أكثر أثراً علمياً في مصر؟ هو طبعا كلاهما مهم، فأنا البعثات لأني بغطي التخصصات النادرة واحتياجات الجامعات. يعني حضرتك أنت تعلمي أن طبعا لدينا مشكلة وهو انفجار سكاني، ونحن في حاجة إلى أن حضرتك نضاعف عدد الجامعات لكي تستوعب كل أبناء هذا الشعب وحقهم في التعليم، وفي نفس الوقت نحن في حاجة إلى إعداد كوادر تقوم بهذا العمل، وبالتالي فالبعثات تمثل للدولة المصرية يعني عنصر في منتهى الأهم. وعشان كده احنا يعني هو دائما الاستخدام الأمثل لهذه النقود اللي هي او الميزانية اللي هي بتوفر إدارة عمل البعثات، وان نبتعث بالصورة والأسلوب العلمي اللي هو زي ما قلت لحضرتك يؤدي إلى سد الاحتياجات. ايضا الوافدين فهو طبعا هو نافذة على العالم الخارجي، وطبعا لا جدال ان طلاب الوافدين ايضا بيمثلوا يعني الى حد ما استثمار علمي جميل وميكسشر جميل ما بين طلابنا المصريين طبعاً والطلاب الوافدين، وطبعا دول يعني على المدى الطويل بيعتبروا سفراء لمصر في هذه البلاد، ونحن نسعى الى توطيد علاقتنا مع العالم الخارجي وفتح قنوات للتعاون العلمي، وبالتالي فايضا بيعتبر الطلاب الوافدين روافد لهذا التعاون العلمي. ولكن الحقيقة انا برضو ما تحدثش عن المكاتب الثقافية، نحن الان هناك تعديل بالفعل للآلية التي بنعمل بها العمل الثقافي في الخارج، و يعني بنسعى الى ربط هذا العمل الثقافي بالصورة اللي هو يتماشى مع أهداف مصر، إن مصر بتسعى إلى نقل التكنولوجيا، إلى تعاون علمي، إلى نقل خبرة، وبالتالي فأصبح الآن العمل الثقافي يهتم في المقام الأول بالتعاون العلمي والتكنولوجي مع الدول الخارجية. ويكفي أن أقول لحضرتك أن هي يعني أكفي أن أقول لحضرتك على شيء بننفذه، وده يدل لحضرتك أن احنا لا نتبع أي أساليب تقليدية، أني وهذا لأول مرة يحدث أن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات نحن نبتعث الآن طلاب المدارس يروحوا يدرسهم التعليم الفني ما بين سن 13 إلى سن 17 سنة للحصول على دبلوم فني في مجال فني يفيد الدولة المصرية. ويكفي أن أنا أقول لحضرتك أن هذا لا يمول من وزارة التعليم العالي ولكن يمول من مصر الخير، وهذه اتفاقية تم توقيعها ما بيني وبين مؤسسة مصر الخير. جميل. وبعتنا أول 130 طالب إلى إيطاليا بيدرسوا، والفوج الثاني مسافر، وأعتقد أن احنا بصدد إرسال 50 طالب للدراسة في فرنسا للحصول على دبلومة في تجميل الحدائق لاندسكيبينج، وطبعا ده هيفيد جدا في مجال السياحة. والآن بصدد تفعيل نفس هذه التجربة مع اليابان ومع ألمانيا، فإذا نحن ده يعني هيبقى مفتاح جميل لغلق باب الهجرة غير الشرعية اللي معظم المهاجرين فيها بيبقوا تقريبا من طلاب المدارس الصناعية اللي بيأملوا في الحصول على عمل مهني ماهر وعائد كبير في نفس الوقت، وده اللي بيحاولوا يعملوه بالهجرة غير الشرعية. فنرجو النجاح لهذا البرنامج يا رب إن شاء الله. دكتور جلال الجميعي، الاستقرار السياسي ليه دور كبير في استقرار السياسات الخاصة بوزارة التعليم العالي، ولا المفروض ان احنا نعتاد على تغيير الوزراء في الفترة السابقة تبعا لكفاءتهم ومدى قدرتهم على اداء العمل بصورة يعني فاعلة في الجامعات المصرية خاصة في التعليم العالي؟ هو يعني التغيير يعني المفروض ان يكون الاساس ان يكون هناك نظام وسياسه تعليميه ثابته، وزي ما قلت لحضرتك ان هذه ما نسعى اليها، وهذه المفترض انها لا ترتبط بالاشخاص. فهو اهم شيء او انا ما اشعر به لنجاح الدوله هو ان حضرتك تضعي نظام وخطه عاجلة وخطة أيضا آجلة طويلة المدى لحل كل مشاكل التعليم والارتقاء بمستوى التعليم. وبالطبع أنا بعتبر أن كل هذه الأمور تتكامل، يعني قصدي أقول لحضرتك أن حل المشاكل يؤدي إلى الاستقرار السياسي، وأيضا الاستقرار السياسي يؤدي إلى مناخ طيب للعمل. فإحنا
هي هذه البلد بلدنا. سيركيولر سيستم فعلا ما نعرفش اوله ولا اخره، لكن التفوق والنجاح في نقطه بيؤدي للتفوق والنجاح طبعا، وهي دي مسؤوليتنا. وانا يعني دائما حتى في خلال عملي زي ما قلت لحضرتك، نحن نطلب المعونه ونتعاون مع اي فرد في المجتمع. فيمكن حضرتك يعني ان بقول لحضرتك ان مصر الخير وهي مصر. انا شفت الحقيقه السعاده ملأت وجه حضرتك لما اتكلمنا على توفر العائد المادي اللي بيساعد على تنفيذ السياسات والمقترحات والاهداف العامه بتاعه الوزاره. مصر الخير، جزاهم الله كل خير، وكل المصريين، لان ده يعني عائد لجهود ومشاركات جميع المصريين في الارتفاع بمستوى التعليم العالي في مصر. لكن ايه المشكلات الاخرى اللي ممكن تواجه الوزاره، وزاره التعليم العالي، فيما يخص بالبعثات والوافدين غير العائد المادي؟ احنا مبعوثين سفراء، سفراء علميين وسياسيين واجتماعيين، عنوان مكتوب عليه من مصر. ايه المأمول فيهم؟ ازاي عايزين نوصلهم لانهم العنوان ده الكل يبص عليه ويشير عليه كما كان في السابق؟ هو طبعا يعني احنا يعني حتى مسألة خروج المبعوثين الآن بيتم طبعا بآليات فيها ضوابط جديدة تماما وبصورة تنافسية، وده طبعا اللي هو بيؤدي في النهاية إلى أن حضرتك بتعلي مقام الكفاءة، وأن بتبتدي تضعي نظام جديد، أن إحنا كل ما نأمل فيه أنه هو مزيد من العمل، مزيد من الخبرة، مزيد من الكفاءة، وأن الإنسان الكفؤ هو اللي يتبوأ الفرصة. وبالتالي فهذه منهجية علمية في تناول هذا الموضوع. وأيضا مطلوب حضرتك أن هناك تكون أهداف أخرى، وهو أن نسعى إلى التخصصات، يعني يكون هناك تمدد أفقي في العلم وليس تمدد رأسي، بمعنى أن أنا حجم المعرفة أنواع. نعم. وبالتالي فأنا عايز لا أترك أي نوع من المعرفة غير لما أتركه ونوجد فيه الكوادر اللازمة. بس نعم. علشان نكون نبدأ أن إحنا نكون على المستوى اللي هو لدينا الخبرات في جميع المجالات، وده ما نتمناه في المرحلة القادمة. وزي ما قلت لحضرتك دايما ان انا في اسلوبي في العمل يكون هناك شق عاجل وشق آجل. نعم. الشق العاجل طبعا هو الشيء المهم اللي انا ابدأ به حاليا طبقا للمشاكل اللي هي المطروحة على الساحة. وهناك شق آجل ان احنا ننظر دائما بمنظور طويل المدى لمشاكل أخرى. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا من فترة بسيطة جدا نتفاوض ونتباحث مع بعض الدول لإنشاء كيانات علمية مشتركة داخل مصر، مثل الجامعة المصرية اليابانية. الجامعة المصرية اليابانية هي جامعة بتمثل تعاون علمي لدولتين، وهو مصر واليابان، ويتواجد على أرض هذه الجامعة العديد من العلماء اليابانيين اللي هم بيعملوا، وبالتالي طبعا وبدأ الفعل العمل فيها. ونستأذن حضرتك دكتور جلال ان احنا عايزين كاميرات من مصر تروح وتصور العمل الفعلي، لان احنا اتكلمنا عليها شفهيا كتير، لكن عايزين نروح ونتشرف بتقديم هذه الجهود لمشاهدينا ان شاء الله. وده طبعا ما نسعى اليه الان في الجامعة المصرية الإيطالية. وأيضا هناك تباحث مع بعض الدول الهامة الأخرى في إنشاء هذه الكيانات العلمية. وزي ما قلت لحضرتك دائما عندما يكون هناك هدف فليس بالضرورة حضرتك أنك تتبع الوسائل التقليدية في الوصول لهذا الهدف، ولكن زي ما قلت في إطار علمي، ولكن دائما الابتكار ودائما الوصول إلى أهداف جيدة يكون دائما باتباع الوسائل الغير تقليدية اللي هي تختصر الوقت والمجهود وتؤدي قد تكون في بعض الأحيان إلى مردود أفضل. جميل. أستاذ الدكتور جلال الجميعي، وكيل أول وزارة التعليم العالي عن إدارة البعثات والوافدين، هستأذن حضرتك للخروج لفاصل قصير ونعود لاستكمال حوارنا إن شاء الله. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لكم من مصر.
مشاهدينا مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، ويستمر اللقاء معكم وبرنامجنا الجديد من مصر، ويستمر اللقاء دائما إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور جلال الجميعي، وكيل أول وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع الشؤون البعثات والوافدين. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور جلال، ويستمر الحديث عن بعثاتنا ووافدينا والدور الجميل اللي ممكن تقوم به مصر من خلال هذه البعثات ومن خلال هؤلاء البعثين، سياسيا اجتماعيا وطبعا الأولوية الأولى علميا وبحثيا. هو طبعا يعني حتى احنا في المرحلة الماضية كان هناك يعني تعاون علمي مع دول أفريقية كثيرة جدا، ونحن يعني طلاب من كثيرين من الدول الأفريقية وبالأخص من دول حوض النيل، تم ابتعاثهم إلى دولة مصر وتم تسكنهم في الكثير من الجامعات وبيدرسوا في تخصصات كثيرة نادرة. والحقيقة إن هذا الأمر يعني كان هناك في المرحلة السابقة امتنان كثير جدا من بعض الدول، ونحن نلبي جميع الرغبات خاصة الدول الأفريقية والحقيقة هناك تعاون وثيق مع هذه الدول، ويمكن بالأمس بس كان لدينا السفير جنوب السودان والمستشار العلمي أيضا لجنوب السودان، وكان هناك لقاء مع دكتور مصطفى الوزير، ويمكن في زيارة قريب جدا هيكون لوزير التعليم العالي لجنوب السودان. ودائما يعني كل يوم هناك جديد فيما يخص الطلاب الوافدين أو فيما يخص البعثات أو زي ما قلت لحضرتك فيما يخص أي تعاون علمي. يمكن أنا يمكن قبل حضرتك ما أجي مباشرة كان لدي اجتماع مع الـ UNDP الأمم المتحدة، ونحن بصدد يمكن فترة بسيطة جدا سوف يتم توقيع بروتوكول تعاون خاص بالشباب الطلاب الجامعات وخاص بالشباب اللي هو بيدرس في الجامعات المصرية، ونضع إطار عام لتثقيفهم وإطار عام لتدريبهم وصقل مهاراتهم، فدائما هناك جديد في التعاون الدولي، هناك دائما رؤية واضحة للوصول في أقرب وقت ممكن إلى وضع مصر على خريطة علمية ملائمة ومناسبة تسمح لمصر إن في المرحلة القادمة إنها تتبوأ أو تعود إلى الساحة الإقليمية والدولية. وأنا متأكد أن هذا بالعمل الجاد، أهم شيء بالعمل الجاد والشاق والمهدف، سوف نستطيع إن شاء الله نصل إلى هذه الأهداف في أقرب فرصة. جميل. دكتور جلال، مصر عانت فترة طويلة جدا من المركزية وتركز العمل في جامعتين أو أكثر، سواء للبعثات أو الوفود، جامعة الأزهر، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية. ماذا عن باقي جامعات مصر؟ هل الاتجاه إلى اللامركزية في التعامل مع الوافدين والبعثات على مستوى مصر كله، ولا ما زلنا يعني نبدأ خطوات بسيطة في هذا المجال؟ يعني حضرتك أثرتي نقطة مهمة. لا بالفعل إحنا حتى في تخصيص البعثات إحنا عندنا في نوعين من البعثات، في بعثات تنافسية بمعنى أن لا نلزم يعني بمبدأ أن الأفضل هو اللي يسافر، وهنا ليست لها علاقة بالجامعات، ولكن في نفس الوقت هناك أيضا بعثات أخصص لكل جامعة مجموعة من البعثات، وهي التي تحدد التخصصات طبقا للتخصصات اللي محتاجها. يعني جميع الجامعات موضوعة على الخريطة بالطبع. يعني مبدأ حكاية الجامعة المعترف بها دوليا والغير معترف بها دوليا إن شاء الله مش هيكون للمسمى ده وجود عندنا في مصر. هي هذه الجامعات جميعا هي مصر وهي تمثل الدولة، وبالتالي فلا بد من الاهتمام بهذه الجامعات جميعا، لأن في النهاية ده هيؤدي إلى مردود إيجابي لكل الدولة. يمكن أنا كنت قريب بأتحدث في موضوع برضو غير تقليدي، وهو كان مع جامعة جنوب الوادي بشأن إنشاء
مستشفى عالمي تساهم في ألمانيا من الأطباء أو جامعة جوتنجن أعتقد كلية الطب على التحديد، ويكون هذا مركز عالمي لجراحات الحوادث. والحقيقة أن أنا وأنا كنت بأتحدث مع الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة كانت الرؤية طبعا جميلة جدا، وأن هذه المستشفى العالمية سوف تخدم السياحة في منطقة هامة، أن منطقة أسوان ومنطقة سياحية الأقصر وهي أيضا منطقة سياحية، والبحر الأحمر أيضا منطقة سياحية. ويعني عملنا الإجراءات وتقدمنا، يعني تم بحث هذا الموضوع. يبقى مركز إغاثة أو مركز بحثي في نفس الوقت. لجراحات يبقى تابع لكلية الطب جامعة أو لجامعة جنوب الوادي. جميل. ويكون مركز عالمي لجراحات الحوادث. فقصد أقول لحضرتك أن خلال العمل دائما لا ننظر إلى هو أهم شيء المصلحة العامة. جميل. ما هي مصلحة الدولة وأين نسير وما هي الأهداف. نعم. فدائما هو الهدف هو اللي بيحدد المسار، ولكن كوزارة أو أنا كقطاع أنظر لجميع الجامعات سواسية، وبالعكس دائما تكون زي ما قلت لحضرتك أن الإطار هو المنهجية العلمية في مسألة البناء. نعم. ولا بد من الاهتمام بجميع الجامعات وجميع المدن. جميل. على نفس المساواة، وأنا أتمنى أن أرى في كل محافظة يعني في الفترة القادمة أن تكون بها جامعة، ولا بد أن إحنا نتوسع طبعا في إنشاء الجامعات، ولكن مع التوسع في إنشاء جامعات والكيانات العلمية الاهتمام بالجامعات الموجودة بالفعل والاهتمام بالجودة في التعليم. نعم. لأن يعني الاهتمام بالجودة في التعليم هو الأساس. إحنا نريد أن نرتقي بسمعة التعليم المصري وبمستوى التعليم المصري. نعم. وأن تبدأ الجامعات المصرية أنها يكون لها رانكينج أو تأخذ موقع متميز سواء في مجال التعليم أو الأبحاث أو الأدمينستريشن كجامعات. نعم. أو ككيانات علمية إن شاء الله في الفترة القادمة. جميل. الحقيقة في بداية الحلقة استعرضنا بانوراما سريعة عن الأخبار الجامعات المصرية، وكان من ضمن الأخبار اللي استعرضناها خبر بيقول بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم العالي بسبب استثناء أهالي سيناء في القبول بالجامعات. والحقيقة أن ضيفنا العزيز الأستاذ رفعت فياض هو مدير تحرير أخبار اليوم يعني اعترض على رفع مثل هذه القضايا، لأن أهالي سيناء من حقهم أن هم يتعلموا، وإياد نوع من الاستثناء في بعض الحالات خاصة أن ما فيش جامعة متوفرة عندهم. رأي حضرتك في الموضوع؟ بالطبع، يعني أنا يعني إذا لم أنظر إلى أي منطقة احتياجاتها وأنظر إليها بالمنظور التكاملي، فإذا يعني دائما العقل كي يميز. نعم. ونميز سيناء قطعة من مصر. نعم. ولا بد بالطبع إن أنا علشان أساعد أي محافظة أنها تنهض، فبالتالي فهو ليس يعني لفظ استثناء هنا مجازي. الحقيقة هم اعتبروه كمان مش استثناء، هم اعتبروه نوع من التمييز والتفرقة ما بين أفراد الشعب الواحد. لا لأن لا. هي الحقيقة اللي رفع الدعوة هو جمعية حقوقية، مركز الضمير الإنساني للحقوق والحريات. هم باصين للموضوع من منظور يعني من منظور آخر، إن التساوى المساواة لا يمكن أنك تنظري للأمور بالمنظور الحرفي. نعم. ولكن لابد أن أنظر المنظور بالمنظور العلمي. نعم. والمنظور المصلحة العامة. نعم. فبالطبع المصلحة العامة توجب أن أنا مش أستثني مرة وأستثني مرة أخرى وثالثة ورابعة. جميل. من أجل بناء هذه القطعة الغالية من أرض مصر. جميل. وجعلها على نفس المستوى اللي بتتمتع به بقية المحافظات. نعم. فبفرض عملية تعويضية عن الفترة السابقة وهي بالطبع. ليست بالقليلة بالطبع. يعني فهي أنا قصدي. نعم. أقول لحضرتك كلمة استثناء هذا لفظ مجازي. نعم. ولكن فعليا الهدف نبيل، والهدف له مصلحة عليا للدولة المصرية. جميل. وبالعكس من غير حضرتك أي شيء نحن مفروض إحنا اللي ننادي كشعب وكيان مدني. نقول أن ومش في مجال التعليم فقط، وفي مجال الخدمة الطبية وبالعكس. وأميز هذه المنطقة في أن أنا لما أحب أعمل مستشفى جديد أعمل هناك، لما أحب أعمل أي شيء لابد أن أنا أوفر الخدمات للبنية التحتية لأنهض وعلشان أساوي. أنا كده برفع من درجة المساواة بينهم وبين أفراد الشعب في الوادي والدلتا واللي كانوا بيتمتعوا لفترة طويلة بفرص الالتحاق بالجامعات المصرية أكثر من إخوانهم في سيناء. يمكن أشرح لحضرتك شيء، تفضل تجربة مثيلة
حضرتك بعد ما ألمانيا توحدت وهد سور برلين، فطبعا بالطبع كان هناك فارق في الـ في الـ في الـ في البوتنشال او الوضع الامكانيات ما بين ألمانيا الشرقيه في زمان وألمانيا الغربيه. فالحكومه عملت تبنت مساعدة هذا الطرف ألمانيا الشرقية من ألمانيا الغربية لفترة طويلة جدا. فهنا لم يكن ذلك استثناء، ولكن هذا واجب وطني. الواجب الوطني يوجب إيه؟ أنك تنظري إلى الظروف وتساعدي الطرف الذي لرفع درجة المساواة بين جميع الأفراد. وبالتالي فمنطقة سيناء إذا كانت أهملت لمجموعة من السنوات أو لعقد من الزمن، فهذا واجب على الدولة وواجب علينا إحنا كمجتمع مدني أن ننهض بأهل سيناء ونرتفع بالبنية التحتية لهذه العلمية المحافظة والبحثية لهذه المحافظة. دكتور جلال، البعثات المصرية في الخارج عدد ليس بالقليل منهم، مش هقول البعثات، العاملين والكوادر العلمية في مجال البحث العلمي ليس مش جميعهم تحت مظلة وزارة التعليم العالي، معظمهم أو عدد غير قليل منهم بيعملوا بشكل خاص. هل في نوع من بداية احتضانهم والاستفادة من خبراتهم داخل مصر؟ هو بالطبع يعني نوع من إن احنا اللي من مصر يرجع لمصر ويستمر في الخارج، ولكن في نوع من التبادل الجميل العلمي والبحثي. طبعا ده مطلوب. هو بعد إذن حضرتك، هو طبعا اللي كل من يبتعث إلى الخارج اللي هو بيعمل في الحكومة أو بيعمل في الجامعة المصرية، وبالتالي الدولة بتصرف عليه أو بتبتعثه وبتعطيه راتب طول مدة إقامته في الخارج إلى أن يحصل على الدكتوراه وبيعود إلى أرض الوطن ليعمل في الجامعة الحكومية. ولكن هناك الآلاف والعديد من الطلاب اللي بيسافروا على حسابهم الخاص وبيروحوا يدرسوا في الخارج، بعضهم بيعود وبعضهم لا يعود وبيعمل في الخارج. ولكن أنا أنظر إلى كل دول أبناء الوطن أكيد. وكل دول مصريين، كل دول من مصر، وأنا أتمنى يعني وأنا أعتقد إن ده من الممكن ومنتهى البساطة إن نوجد الآلية ونشجع ان كل من هو يحصل على دكتوراه او يتميز في مجال ان نوجد له مكان عمل في مصر. احنا مع هذا انا ما بكلمش بس على ممكن ايجاد فرص العمل، لان هم بالتاكيد عندهم فرص العمل المتاحه واصبحوا خبرات لا يستهان بها في اماكنهم في الخارج. بل بالعكس، ده اصبحوا يعني بعثات وسفراء لينا. نتشرف دائما بان احنا نقول انهم مصريين حتى لو اكتسبوا جنسيات اخرى. انا بتكلم على بروتوكول تعاون للاستفاده من خبرات أو على الاستفادة من وجودهم في الخارج لخدمة أبنائنا المبتعثين هناك. أنت حضرتك يعني بتذكريني بشيء دايما قلته يعني في أحد اللقاءات التلفزيونية، وهو قلت أن المصريين العاملين في الخارج أو علمائنا في الخارج أنا بعتبرهم ثروة، كنز حقيقي لمصر. وأنا كنت مستشار ثقافي في دولة ألمانيا 2006 إلى 2009، وبالتحديد في المجال الطبي، وجدت أن لدينا الكثير من الأطباء المصريين المشهورين جدا في دولة ألمانيا. ومش قادر يعني أصور لحضرتك كم المساعدات الطبية والعلمية اللي أنا حصلت عليها من المصريين في مجال القطاع الطبي في فترة اللي عملت في الخارج. ويكفي ان انا يعني هم كانوا في مكان، هم اللي بيدفعوا ايجاره وبيجيبوا لي الادوات الطبيه او العدد الطبيه. استاذ دكتور جلال جميع، هستاذن حضرتك في مداخله تليفونيه معانا. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره زينب معاكي. اهلا يا دكتور زينب. اهلا بيكي. الحقيقه انا بس كنت عايزه اسال الدكتور بالنسبه للبعثات، احنا عايزين نعمل يعني ايه الطفره الجديده اللي ممكن تكون في البعثات غير التقليدي، غير السنوات اللي قبل كده اللي كان مثلا متعرض لجامعات يمكن ده عالمية بقى سمعتها أقل. إيه الطفرة اللي ممكن نعملها في البعثات والخدمات الجديدة اللي نقدمها للمبتعثين المصريين؟ أشكرك يا دكتور زينب، أشكرك. يتهيألي هو التساؤل هو يعني نوع من التقييم. أيوة فعلا، بس هي يعني الإضافة إن إحنا يعني هل في نوع من التقييم المستمر للجامعات في الخارج ومدى بقائها في نفس المستويات العلمية المتفوقة؟ طبعا ده دور بقى المكتب الثقافي. يعني إحنا في دور بنقوم فيه داخل مصر وفي دور بنقوم بيه في الخارج. نعم. الدور
الدكتور بداخل مصر بي 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 هو تقييم المشروع البحثي اللي الدارس هيسافر عليه، وتقييم أيضا المقاومات العلمية للدارس نفسه، استيعابه لهذه النقطة البحثية ومدى كفاءته العلمية للدراسة في الخارج. ولكن أيضا مسألة الرانكينج للجامعة، فهذا أيضا بتقوم به الإدارة عمل البحثات بجانب المكتب الثقافي في الخارج. فالمكتب الثقافي في الخارج لابد بيدرس هذه الجامعة، ولابد أنه هو بيبقى من ضمن المهام ان هو يحجز للطلاب في افضل الجامعات في هذا التخصص في هذه الدوله. وبالتالي فده كل دي مهام متكامله. متهيألي طلابنا ومبعوثينا هم كمان ليهم دور في التقييم. طبعا اكيد طبعا. وايضا بيتم بقى المكتب الثقافي بيتابع الطالب علميا خلال مده دراسته، وبيحصل على تقارير دوريه من الاستاذ وبيتابعه علميا، وبيحاول طبعا يحل له جميع مشاكله في خلال اقامته في الخارج. جميل. الأستاذ الدكتور جلال الجميعي، وكيل أول وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، شرفنا بوجود حضرتك معنا، ونرجو أن يكون اللقاء دائم، لأن إحنا كل علاقتنا بوزارة التعليم العالي توثيق والتأكيد على الأهداف العامة والخاصة في الفترة المقبلة إن شاء الله، ومتابعة العمل اللي نرجو أن يكون لي ناتج مثمر جميل في مجتمعنا في مصر إن شاء الله. إن شاء الله. وشكرا. أشكرك يا فندم. مشاهدينا مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا وبانوراما جميلة، أرجو أن تكون كذلك، لأنشطتنا الجامعية، أهم الأدوار اللي بتقوم بها الجامعة من مصر ودائما بمشيئة الله. أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.